تضم المتحف العمومي الوطني بشلف العديد من الفترات التاريخية التي تعود لي التي تؤرخ لي المنطقة من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الحديثة مرورا بالفترة الرومانية والإسلامية. نحن نعمل على 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 الترويج لهذا المتحف ويعني وضع كل الوسائل من أجل جذب عدد كبير من الزوار للمتحف، وهذا ببرمجة زيارة معطرة. نضمن المواطنين يكونوا متوعيين ويجيبوا أولادهم ويشوفوا المتحف، يتعرفوا على الصور الآخر، منها يدوا عبرة، منها يتعلموا